اتخذت الاحتياطات قبل أن يصل الإعصار، تأجيل لبعض الرحلات الجوية وإلغاء للعديد من الأنشطة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تم اتخاذها لمواجهة إعصار أوتيس المدمر. إنه في طريقه إلى الساحل الغربي للمكسيك. المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أشار إلى أن إعصارا جديدا من الفئة الثالثة ترافقه رياح عاتية تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة يهدد الساحل الغربي للمكسيك. وتوقع المركز أن يصبح الإعصار الجديد إعصارا خطيرا للغاية من الفئة الرابعة عند وصوله إلى اليابسة. وبهذا الخصوص شددت السلطات على أهمية التنسيق مع باقي المتدخلين، وذلك لضمان سلامة السكان وإبعادهم عن المخاطر. هذا ويتعرض البلد لعواصف عاتية عديدة خلال موسم الأعاصير، والكثير من هذه الأعاصير تكون مدمرة.